بدل هذيك هبط شويه فقره كيما راهي ترجع تكسر بصوري دوك السيد وكيل الجمهوريه عطانا اذن بالتفتيش. دوك نسقوا مع الشركاء في الميدان كما نقولوا مديريه التجاره والمصانع المختصه. شوف ماذا وجدنا ملف باش نقدموا الاطراف امام السيد وكيل الجمهوريه. تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف في إطار جهودها الرامية إلى محاربة الجرائم الاقتصادية من وضع حد لنشاط صاحب ورشة تحترف تصنيع مواد ومستحضرات النظافة الجسدية وبالأخص غسول الشعر لماركات عالمية معروفة بجودتها في السوق المحلية. طبعا العملية جاءت بناء على إفادة أوردها مواطن عبر الرقم الأخضر 1548، شهدت تدخلا مباشرا من قبل أفراد الأمن الحضري التاسع الذين تجندوا طبعا بمرافقة أفراد المصلحة الولائية للشرطة العامة. طبعا تم فيما بعد تسليم هذه القضية للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لما لها من أهمية. طبعا التحديات أكدت أن صاحب هذا الورشة يحضر ويعرض للبيع وبكميات هامة وهامة جدا منتجات نقول منتهية الصلاحية. أولا تمثلت في رغوة الحلاقة سكونا بالا موسى غازي طبعا، وهذا من خلال طباعة تواريخ أخرى لانتهاء الصلاحية. كمية المحجوزات بلغت 20514 وحدة من هذا الرغوة، كما تم حجز أيضا 3885 وحدة خاصة بزيوت منتهية الصلاحية أيضا، كما تم حجز كمية هامة وهامة جدا تمثلت في 276805 قارورة بلاستيكية فارغة لغسول شعر لشتى العلامات التجارية المعروفة. كما تم أيضا حجز 18 لفيفة تستغل لنقول تقليد الوسم. كميات وعلامات كثيرة تم حجزها وإتلافها طبعا بمعية المصالح المختصة.